سنة واحدة ليا ما تحبنيش كده مرة واحدة، خدني واحدة واحدة وما تفتريش. لو انت طلعت كده في رجالة كتير في الدنيا بس من نوعك مفيش، ده عينه مني. ساريا بنت، بنت ساريا، بنت ساريا، اي بنت يا بنت. ابوس ايدك، ده انا في ثانوية عامة، ده لو بابا وماما عرفوا ممكن يموتوا فيها. ابوس ايدك. بيتك هديت حيلي لك شوش عنايه، ده وحدانيه، ده ما صدق نيله يخرب بيته فاكر نفسه لسه. يا لهوي، بسم الله الرحمن الرحيم. ده انا هطلع البلا على جدتك وجدتك اللي خلفوكي النهارده. في بس يا ست مطر، وانا كنت عملت ايه يعني؟ الله، بيت كنت بتعملي ايه جوه بيت؟ ابدا، كنت بساعد المعلم في الشيشه، ما انت عارفه انه صحته على قد، فكنت بشد معاه. اسمعي يا روح امك، انا ما احبش المسخره دي عندي في البيت هنا. مسخره دي بس كفاله الشر، دي شيشه. شيشه؟ امال بشويش عناي؟ انا واحده نايه، دي تبقى ايه يا روح امك؟ والنبي معنا دي امينه بيت. الله، لزوم الفرفشه للمعلم. عارفه لو شفتك بتعملي اللي عملتيه ده بعد كده هعمل فيكي ايه؟ اقلع الشبشب وانسله على دماغك. وانا مالي؟ الله، روحوا قولوا الكلام ده للمعلم، قولوا انتوا عايزينه انا اعمله. الله، اهو سيبه راجع اهو. طب امشي. نوري لحد يشوفك يحس بحاجة. والنبي نقول للمعلم، أنا مش هسكت بقى. مهندس عبد العزيز ريان والد شادي اللي خدوه هو مع أصحابه. لما أنت راجل محترم كده ومتعلم وفاهم، سايب ابنك ليه البلاوي دي؟ أنا مش فاهم حاجة يا باشمهندس. احنا ما جبناش ابنك من وسط اصحابه او مع اصحابه، ابنك اتمسك متلبس في وسط عيال شمامين وضريبه. ايه؟ يطفك يا رب. شادي ابني ده عمره ما دخن سيجاره. شادي في ثانويه عامه وكمان متفوق. ابنك هيتعرض على النيابه كمان ساعه، عشان كده بعت اجيبه. اساله بنفسك يمكن يرد عليك. ادخل. حبيبي حبيبي يا ابني. شادي، قول لي كل حاجه بصراحه وبوضوح. يا حبيبي رد علي يا حبيبي، اتكلم. شفت؟ اديك سالته ما ردش عليك. ابوس ايدك، اكيد حد ضحك عليه. عمره ما يعمل حاجه زي دي. أنا تعبت أوي في تربيته، عمره ما هيعمل حاجة زي دي. يا باشمهندس ما تضيعش وقتك، ابنك هيتعرض على النيابة، يعني الحق أقوم له محامي زي ما قلت لك. صحتك بتقول متلبس. يعني راح في داهية. يعني مستقبله راح. يعني شقى العمر كله بقى في الأرض. سعادتك، إحنا مش كده خالص. إحنا ما نعرفش الحاجات دي. إعملوا عليها تحريات. مش أنتوا برضه بتعملوا تحريات؟ اسألوا عننا، هتلاقونا عيلة كويسة قوي ملهاش علاقة بالحاجات دي. أبوس إيدك، أم ممكن تموت وتروح فيها، إحنا كلنا ممكن نضيع. البيت هيتهد.
علي. رب رب بص يا باشمهندس، اللي انا هعمله ده ضد القانون، لكن احيانا كتيرة جدا القانون بيكون له قلب يحس ويفرق. انا هخرج ابنك من الليله دي خالص، بس ليا شرط واحد. امر امر سعادتك وننفذ. تاخده من هنا على المستشفى، تعالكوا تقعد معاه، تكلم مع ابنك، خد ودي معاه في الكلام، وفهمه انه بعد كده ما يعملش حاجه تجيبه هنا تاني. متشكر متشكر لسعادتك. انت هتعمل ايه؟ اتفضل اتفضل. يا ريت بدل ما تستهلك نفسك في بوس الايادي في لحظه زي دي، خد بالك من ابنك. اتفضل بطاقة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا باشمهندس. بس يا وليه يخرب بيتك هتفضحيني. والنبي والنبي واللي نبى النبي ما حاسبك لما اخد الحلاوة الكبيرة. ليه يا وليه ان شاء الله؟ بقول لك حج وساب لي الأوضة وعمل زي ما تكون عقربة ولدعته. امال لو كان مات كنت عملتي فيا ايه؟ ده شغل يا ست شوق، وانت ست العارفين. شغل ايه ده بقى ان شاء الله؟ بيتقل بيرمي رمش ويسحب رجل. عليكي بقى انت تستغلي الفرصه وتوربي الباب. يا حنتومه ده انا مفندقه الباب على الاخر، عايزاه بس هو اللي يدخل كده ويخطي. مش قلت لك انه هيجيلك وجالك صح؟ صح. انا كلبتي ما تخيبش ابدا، هيجي وحي